لو قلت لك من هذا الشخص فهل بتعرفه؟ في الحقيقة هذه الشخصية مشهورة جدا لدرجة أن يقدر يميزها تقريبا 3 مليارات شخص حول العالم، وما يتفوق عليها في الشهرة إلا شخصيات قليلة جدا. لكن الفارق هو أن هذه الشخصية أو باتمان شخصية خيالية تماما ولها حقوق تجارية كذلك. الأبطال الخارقون أو السوبر هيروز هم جزء من الثقافة الجمعية في مختلف مجتمعات العالم، وجزء أيضا من الأفكار القوية المسيطرة على عالمنا، ومع ذلك ما نتعامل معاهم بجدية كافية في العالم العربي ونعتبرهم قصص أطفال. تاريخ البشرية مع السوبر هيروز هو تاريخ قديم جدا، فأقدم ملحمة كتبت في التاريخ كانت عن سوبر هيرو من بلاد سومر أو العراق حاليا، يسعى للخلود واسمه جلجامش. والأساطير الإغريقية القديمة كذلك كانت مليئة بالسوبر هيروز، مثل هرقل أو هيركوليس ابن الإله زيوس، وبيرسيوس قاتل الوحوش، وثيسيوس البطل المؤسس لأثينا. بعض الأبطال خلدوا في ملحمتي الإلياذة والأوديسة للشاعر هوميروس، مثل أكيليس البطل الشهير في حرب طروادة، وأوديسيوس ملك أثيكا اللي شارك في طروادة وهو كان صاحب فكرة حصان طروادة. في الثقافة العربية عندنا السندباد البحري اللي كان يجيد لغة الطير، وعلاء الدين وبساطه السحري، والشطار اللي كانوا يتنكرون ويحتالون مثل علي الزيبق وأبو الفتح السكندري. وفي الغرب نجد الملك آرثر وسيفه المسحور، وروبن هود وويليام تيل وقدرتهما على القنص، والفارس إيفان هو بطل رواية والتر سكوت اللي تحمل اسمه. أما السينما فقدمت أول بطل خارق في عام 1920 قبل سوبرمان وباتمان بكثير، في فيلم اسمه The Mark of Zorro. صحيح أن الأبطال الخارقين أو السوبر هيروز كانوا موجودين في الثقافة الإنسانية من خلال الأساطير والأدب، لكن مع العقد الثاني من القرن العشرين ارتبط ظهورهم بالقصص المصورة أو ما يسمى فن الكوميك ستريبس. ولهذا فأن كلمة كوميكس مربوطة بفكرة الأبطال الخارقين، وصعب نتخيل واحدة بدون الأخرى. لكن اللي ما يعرف تاريخ الكوميكس يظن بأن هذا الفن ظهر في أمريكا أولاً ثم تأثرت به اليابان اللي اشتهرت برسوماتها المصورة المسماة مانجا. لكن الحقيقة أن ثقافة السوبر هيروز ظهرت في أمريكا واليابان في الوقت نفسه تقريباً في عام 1914، وفي الوقت اللي كانوا اليابانيين يقرؤون مغامرات فارس النينجا ساراتوبي ساسوكي، كانوا الأمريكان يقرؤون جيمي ديل وزورو ومغامرات فلاش جوردن والبحار بوب آي. ما ينفع نتكلم عن السوبر هيروز بدون ما نتكلم عن دي سي كوميكس بأبطالها مثل سوبرمان وباتمان، ومارفل بأبطالها مثل سبايدر مان وهالك وإكس مان. لكن المقارنة بالأرقام بتكون لصالح مارفل اللي تسيطر اليوم على أكثر من 38% من مبيعات سوق الكوميكس في أمريكا، مقابل 24% فقط لصالح دي سي. من أسباب فوز مارفل في هذه المنافسة هو أفلامها ومسلسلاتها المترابطة في عالم واحد، هو عالم مارفل السينمائي أو مارفل سينماتيك يونيفرس MCU. هذه الأعمال خلت إقبال الجمهور من صغار السن أكبر بكثير على إصداراتها من الكوميكس أو القصص المصورة. أما جمهور دي سي، طبعاً أضحك لأني عندي مشكلة مع دي سي، خربونا باتمان وكذا. المهم جمهور دي سي هم في غالبيتهم أكبر سناً، يعني هم جيل الميلينيالز اللي ما عادوا يشترون الكوميكس بنفس لهفة الصغار. لكن عالم السوبر هيروز أعقد بكثير من أن يحسم عن طريق أرقام مبيعات فقط. في الحقيقة لكل من دي سي ومارفل جمهور متعصب، وكل طرف يعتقد بأن أبطال شركته أفضل. وعشان نفهم الفارق بينهم لازم نرجع للبدايات عشان نستوعب كيف كان لشركتين أمريكيتين كل هذا الأثر في الثقافة الشعبية على مستوى العالم. بدأت شركة دي سي كوميكس بداية متواضعة جداً في عام 1934، كانت في البداية تدعى National Allied Publications، لكنها اندمجت مع شركة Detective Comics Inc. واشتهرت بين العامة باسم دي سي بسبب شعارها اللي كان يظهر على إصداراتها. وفي الحقيقة فأن شركة دي سي مدينة بجزء كبير من نجاحها لعقلية شاب كندي يهودي خجول اسمه جو شاستر. هذا الشاب كانوا أمه وأبوه مهاجرين من هولندا وأوكرانيا إلى كندا، ولما ضاق بهم الحال انتقلوا إلى أوهايو في أمريكا. عاش شاستر وهو يحس حاله غريب عن المجتمع الأمريكي، ومع ذلك
كان يتمنى أن يتقبله المجتمع، لكن كيف وهو يحمل الجنسية الكندية والديانة اليهودية وحتى أبوه وأمه جاي من الطبقات الأوروبية الفقيرة؟ هذه العقلية والنفسية هي اللي خلقت أشهر بطل في تاريخ السوبر هيروز وهو سوبرمان. حد بيقول معقولة رمز الثقافة الأمريكية سوبرمان يخلقه شخص مش أمريكي ومن الأقليات؟ نعم، سوبرمان يشبه جو شستر. سوبرمان ترى مش أصله أمريكي، وإنما كائن فضائي تربى على يد والدين صالحين، خجول وانطوائي وبدون صداقات، لكنه يحب الناس ويتمنى لو يكون عنصر فاعل في المجتمع. تعاون شستر مع صديقه جيري سيجل لإنتاج شخصية سوبرمان، وفي عام 1938 ظهر العدد الأول من سلسلة أكشن كوميكس وفيها مغامرات سوبرمان، وهي أقدم سلسلة كوميكس ما زالت تصدر إلى يومنا هذا. الحقيقة هي أن النجاح الساحق اللي حققته شخصية سوبرمان ما حد كان يتوقعه، ولا حتى شركة دي سي نفسها. فهالشخصية ظهرت في فترة من التاريخ الأمريكي عرفت باسم الكساد العظيم، وهي عقد الثلاثينات من القرن العشرين. كان الكل يشعر بالإحباط من الحلم الأمريكي، فالعامل مثلا يعني قد يكون مجتهد ويبذل قصارى جهده في العمل، ومع ذلك يتم تسريحه من عمله بدون أسباب. لكن شخصية سوبرمان بألوانه الزرقاء والحمراء اللي تشبه العلم الأمريكي وشخصيته المثالية ورغبته في فعل الخير دون مقابل وإيمانه بالمثل الأخلاقية أعطت أملاً كبيراً للناس أن كل مر سوف يمر، وأنه حتى في أوقات الشدة راح يظهر الخير في قلوب البشر. لكن الخير ما ظهر أبداً بين شركة دي سي ومبتكري شخصية سوبرمان. نقدر نقول أن النزاع حول الحقوق المادية لشخصية سوبرمان هو واحد من أقدم النزاعات القضائية الأمريكية، بدأ من 47 وحتى عام 2013. والواقع أن شستر وسيجل باعوا شخصية سوبرمان مقابل تعرفون كم؟ $130 فقط لشركة دي سي في عام 38. هاي الشخصية اللي دخلت لين عام 2021 $2 مليار من الفرنشايز مالها، تصوروا بيعت بهذا الرقم الزهيد. بس في عام 2033 وبحسب قانون الملكية الفكرية الأمريكي، فإن شخصية سوبرمان بتدخل في نطاق الانتفاع العام، يعني راح يكون مر على نشأتها 95 عام، يعني من عام 2033 راح يكون من حق أي إنسان أن ينتج أو يكتب نسخته الخاصة من سوبرمان. دي سي كانت مشهورة بمعاملتها السيئة لفنانيها، وبسبب ذلك تغيرت صناعة السوبر هيروز إلى الأبد. فنان واحد مل من طريقة معاملة دي سي فانتقل إلى منافسيهم شركة أتلس كوميكس، وذلك في عام 1961. هذا الفنان هو ستان لي. ثم تغير اسم الشركة إلى اسم له إيقاع جذاب أكثر، مارفل كوميكس، ونزلت أولى شخصيات معهم فانتاستيك فور باسم الشركة الجديد. وعلى مدار رحلة عمل طويلة ابتكر ستان لي بروحه أكثر من 300 شخصية سوبر هيرو، بعضها نال نجاحاً ساحقاً مثل سبايدر مان وكابتن مارفل وأنت مان وإكس مان. لكن دوره الأهم هو إعادة تشكيل عالم مارفل، ففكرة جمع الأبطال الخارقين تحت رابطة The Avengers كانت من ابتكارات ستان لي. أبرز الصفات اللي تميز أبطال دي سي الخارقين عن نظرائهم في مارفل أن شخصيات دي سي فيها جانب مظلم. أشهرهم بالطبع هو باتمان اللي يظهر في الكوميكس وعنده نوع من البارانويا، إلى درجة أنه يعرف نقاط ضعف زملائه من الأبطال الخارقين في جاستس ليج لاستخدامها ضدهم وقت اللزوم. طبعاً اللي شاف الأفلام وما قرأ الكوميكس تنقصه الكثير من المعلومات عن شخصياته المفضلة. لكن حتى سوبرمان لم يسلم من الظلمة، فبعد أن قتل الجوكر حبيبته وأحرق مدينته يقرر سوبرمان الانتقام ولو على حساب كوكب الأرض، وذلك في أحداث سلسلة إنجاستس. أما شخصيات مارفل فعادة ما تكون مشرقة وبراقة إلا بعض الشخصيات المظلمة عندهم مثل بانيشر وديدبول. ولكن من الناحية الأخرى فشخصيات مارفل أكثر قربا من الواقع. مثلا كابتن أمريكا كان جندي عادي، وآيرون مان رجل أعمال، وسبايدر مان طالب جامعي. أما بروس بانر فهو عالم فيزيائي تعرض لإشعاع جاما فتحول إلى رجل أخضر أو ذهلك. أما أغلب أبطال دي سي فيأتون من عالم الأساطير،
مثلاً وندر وومن تأتي من أسطورة الأمازونيات، وأكوامان يحكم شعب أتلانتس، وسوبرمان نفسه كائن فضائي مثل ما قلنا قبل شوي. هؤلاء الأبطال يعيشون في مدن خيالية مثل متروبوليس وغوثم، أما أغلب أبطال مارفل هيعيشون في نيويورك. ولهذا لما صارت أحداث 9/11 ظهر أغلب أبطال مارفل في قصصهم يتألمون ويعانون من أجل مدينتهم الجريحة. واحدة من أكثر اللفتات الذكية اللي انتبهت لها مارفل هي أن شخصيات دي سي تعبر عن الرجل الأبيض المنتمي للطبقة الوسطى أو الغنية. بدأت مارفل تلعب على مساحات أخرى للاستفادة من جمهور أوسع، فقدمت أول شخصية سوبر هيرو أفريقية وهو طبعاً بلاك بانثر في عام 66، أي في ذروة الحراك المجتمعي المدني في أمريكا لنيل حقوق المواطنين السود بقيادة مارتن لوثر كينغ. لكن اللي أثار الـ FBI بشدة هو أن هذه الشخصية تتطابق مع حركة يسارية تنادي بحمل السلاح ضد أمريكا، وهي حركة الفهود السود. وفي عام 1973 بينما الحرب الأمريكية في فيتنام مشتعلة، غامرت مارفل وأظهرت أول بطل خارق آسيوي شانغ تشي. ولاحقاً وفي ظل خوف المجتمع الأمريكي من المسلمين، أنتجت مارفل شخصية ميس مارفل أو كاميلا خان، وهي أول مسلمة سوبر هيرو. لكن كل ما سبق مب هو وحده سر تفوق مارفل على دي سي، فالعام الأهم هو استحواذ شركة ديزني عليها في عام 2009 بصفقة بلغت قيمتها 4 مليارات دولار. ولما نعرف أن آخر فيلمين فقط في الأفنجرز تعدت أرباحهم 4.7 مليار دولار، نكتشف أن الصفقة كانت رابحة لديزني بكل المقاييس. وهذا اللي يميز سوبر هيروز في أمريكا أو حتى اليابان، أنها صناعة متكاملة، مش فقط دار نشر أو شركة محدودة، لكن استوديوهات ضخمة فيها آلاف العقول اللي تعمل وترسم وتخطط وتصور وتنتج، صناعة قيمتها مليارات الدولارات متوزعة ما بين القصص المصورة والأكشن فيجرز، وصولاً إلى الأفلام والمسلسلات ذات الميزانيات الضخمة، وهذا سر نجاحها واستمرارها حتى اليوم. بعد ما نجحت صناعة السوبر هيروز في أمريكا واليابان، طلعت محاورات أخرى خارج هالبلدين، لكنها ما نجحت. عارفون ليش؟ لعدم وجود صناعة متكاملة، إندستري متكامل، يعني من الورق إلى الشاشة وكل شيء بينهما. مثلاً في فرنسا وبلجيكا قدمت مجلة تنتن مجموعة من الأبطال الخارقين مثل ريكوشي أو برونو برازيل أو بوب مورانو وغيرهم، لكن وين وصلوا؟ يعني لما تقارنهم بالأمريكان واليابانيين ولا شيء. حتى في العالم العربي ظهرت محاولات مثل رجل المستحيل وفارس العدالة والعقرب وغيرهم، لكن مع وفاة اللي صنعهم الدكتور نبيل فاروق انحسرت هذه الأعمال وتراجع الإقبال عليها، ولذلك ما عدنا صناعة سوبر هيروز حقيقية. حتى الآن ساهمت دي سي ومارفل بابتكار أكثر من 5000 سوبر هيرو، يعني أي بطل خارق تفكر أنك أنت تبتكره مهما كان في الغالب بتلقى له شبيه فيها شركتين. فهل ممكن في المستقبل أن احنا نلقى أبطال خارقين من إنتاجات عربية؟ احتمال مستبعد، لكن ممكن، بس متى؟ إذا توفرت أسس الصناعة الضخمة، وفي الوقت نفسه إذا اعتمدنا على ابتكار مفهوم البطل استناداً إلى تراثنا وبيئتنا المحلية، لأن أي محاولة تقليد راح تواجه غالباً بالفشل.